من المؤلم أن نجد رجالاً في مجتمعنا يعتبرون النساء ناقصات عقل ودين، وأنا أنظر في سيرة رسول الله عليه السلام لا أجد من قوله وفعله أنه يرى الرجال أعقل من النساء، وكيف يقول ذلك وخديجة أم المؤمنين آمنت به وثبتت فؤاده؟ لم يكن إيمانها به عن عاطفة بل كان عن عقل، فهي لم تقل لأني زوجتك وأحبك، وإنما قالت كلاماً يقطر عقلاً ومنطقاً وحكمة. والله ما يخزيك الله أبداً، فإنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. كيف يقول الرسول ما ينسبونه إليه وهو الذي يستشير أم سلمة ويثق في عائشة وعقلها وعلمها؟ النساء ناقصات عقل ودين عبارة تداولوها وعطلوا بها ملكات النساء، وهن نصف الأمة. يقول أحدهم: لو أحصينا ما أصاب البشرية من أخطاء الرجال ورذائلهم لزادت أضعافاً على ما أصاب الدنيا من أخطاء النساء. الله تعالى بعدله المطلق لا يمكن أن يخلق مخلوقاً فيه نقص أو فيه علامات الظلم، فمتى ضمن أحدهم دينه كاملاً حتى يتهم الطرف الآخر أن دينه ناقص لأمر بيولوجي الله هو من وضعها به؟ بعض الرجال يستندون بالفرق بين الرجل والمرأة إلى آية وليس الذكر كالأنثى. تقول الآية الكريمة: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. هنا نجد أن هذا ليس كلام الله بل كلاماً على لسان امرأة عمران. قبل عام 1960 احتفل الغرب برائدة الفضاء فالنتينا نيكولا، فهل هي ناقصة عقل؟ الكثير من النساء هن زعيمات دول ويسدن العالم. أخبرنا الله في القرآن الكريم أن بلقيس كانت ملكة في سبأ وكانت في منتهى الحكمة، وأخذت قومها إلى الجنة وأسلمت مع سليمان لرب العالمين. فهل بعد كل هذا نقول أن المرأة ناقصة عقل؟